نختم مع المتسابق فردوس سيم سوري من اندونيسيا ويشارك في فرع التلاوة والترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم.